500 حقيقة ملهمة من جوه مزرعة لامار. كل يوم بتولد في مزرعتنا من 5 لـ 8 بقرات جداد، بنسميهم لمؤاخذة عجول. كل بقرة رضيعة ليها بيت مخصوص عشان يحميها من بطش الطبيعة فتكبر بصحة زي باباها الثور ومامتها البقرة، فتنتج لبن أفيد وطعمه أحلى بكتير. لبن طبيعي بيخرج من مزرعتنا في العلبة دي. لامار، لبن طبيعي وبس.